جنايدين جنايدين، صباح الخير والعافية، صباح الجمال من اسطنبول الآسيوية، من تل العرايس. وصل جروب النيزك للسفر والسياحة. طبعا هنا الأكسجين نقي 100%. ليش سموه هذا التل بتل العرايس؟ لأنه عندهم عادات وتقاليد، اللي تتزوج تجي هنا مثل تطلب نذر أو تتمنى أمنية، ويجون العرايس هنا هم يزوجون عليه، يفطرون أو يتغدون. فاليوم جروباتنا مع شركة النيزك وصلوا هذا المكان، وبعدها راح ننتقل إلى جزيرة الأحلام. هي شبه جزيرة حلوة تشبه إيطاليا، إن شاء الله من نوصل نصور. طبعا من الأسبوع القادم الجولات كلها راح تتغير بشركة النيزك، وراح تكون أكو من ضمنها هي المدينة المائية. يعني اللي نجحوا وجابوا شهادات الأهل هم ناجحين، نقولهم ألف مبروك، تستحقون سفرة ويا النيزك. وأيضا أحب أنوه عن سفرات أنطاليا المميزة، أنصحكم بزيارة أنطاليا لأن يريد يسوي ريفريش ويعوف القهوة. طبعا هنا دائما يلتزمون بالنظافة، شعب كلش نظيف. شارع الاستقلال تقسيم، الجو يجنن طبعا، مو باردة ومطر، يعني ما احكي لكم شنو الجو، اي جنن. هذا السناب مخصوص الخالة أم رولي. شوفي أنا وين خالة؟ H&M home. مكانش خالة يا حبيبتي.